صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وكالعادة بنبدأ أول فقراتنا بما حدث في الأمس وتحديدا من أخبار مؤسسة الرئاسة وجولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن امبارح السيد الرئيس توجه بالتحية إلى الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الاعتزاز والتقدير أتوجه بالشكر الصادق على ما أبدته الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة من حفاوة استقبالي وطول فترة إقامتي هناك، مؤكدا أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج ولن تدخر جهدا في خدمة شعبها العظيم. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس في مقر إقامة سيادته بالعاصمة الأمريكية واشنطن السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في مقر اقامته بواشنطن السيد ديفيد ملباسا رئيس البنك الدولي، والسيد الرئيس اكد على اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي امتدادا للشراكه المثمره بين الجانبين، خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات خصوصا من الدول الناشئة، وده لدعم الجهود الوطنية في مصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة. وتفاصيل أكثر عن نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية نتابعه بالتفصيل في سياق هذا التقرير. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، والسناتور نانسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين